على العافية. انك تكون يتيم من اصعب التجارب اللي ممكن تمر فيها، خصوصا للاطفال. انك تخسر والدك انت نصف يتيم، لكن انك خسرت والدتك انت يتيم كامل. وعلى فكرة مش شرط انك تخسر ابوك وامك عشان تكون يتيم، ياما في ايتام امهم وابوهم عايشين، لكن ارادة ربنا انك تكون يتيم يمكن هذا افضل شيء حصل لك. عارف انه كلامي غريب، لكن تعال اشرح لك. اعظم الاشخاص على مر التاريخ، التاريخ الماضي او التاريخ المعاصر، كانوا ايتام او امهم وابوهم تركوهم. المليونير بيتر لينش تعرض لليتم وهو عمره 5 سنوات، امه كانت مش لاقية خبز تطعميهم، فكانت ترسله للملاعب الجولف عند الاغنياء عشان يحمل للاغنياء حقائب الجولف، وكان يمشي معهم. هاي الفرصة وهو صغير خلته يسمع من رجال الأعمال شو عم بتكلموا، الطريقة اللي عم بيفكروا فيها، الأشياء اللي عم بيحكوا فيها، بإيش بيستثمروا وبإيش بيعملوا. فهاي الفرصة فتحت له مجال كثير كبير، ولما كبر صار من أفضل المستثمرين في القرن العشرين. الشيخ أحمد ياسين تعرض لليتم وهو عمره 5 سنوات، وفي عمر 10 سنوات تهجر من مدينته، وفي عمر 14 سنة تعرض للشلل وقاوم المحتل وهو على كرسي المقاعدين. الملياردير السعودي عبد الرحمن الجريسي تعرض لليتم وهو عمره 7 سنوات، واشتغل وهو ولد صغير، وكانوا أهله جدا فقراء لدرجة أنهم ما كانوا يأكلوا غير التمر والقمح، وما كانوا يأكلوا اللحمة غير في عيد الأضحى، وكان مرات يمر عيد الأضحى وكمان ما يأكلوا اللحمة. الآن عبد الرحمن الجريسي من أفضل رجال الأعمال حول العالم. وطبعا أعظم مثال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تعرض لليتم وهو ولد صغير خسر أمه وأبوه. جميع الأسماء اللي انت شايفها الآن تعرضوا لليتم وهم صغار، أو أمهم وأبوهم تركوهم. عارف إنه اليتم صعب، عارف إنه أمك وأبوك إذا تركوك من أصعب التجارب اللي ممكن تمر فيها، لكن هاي إرادة ربنا وصارت. يمكن تكون فرصة إنك تكون في مكان أحسن، يمكن إذا عشت مع أمك وأبوك ما رح توصل للمرحلة هاي. جميع أسماء اللي انت شايفها الآن تعرضوا لظروف أصعب بكثير، وكانوا في يوم من الأيام في مكانك. انت صرت رجال قبل موعدك، وانت صرت سيدة قبل موعدك، على الأقل كبرتوا سنين سنين لقدام. الله يبعث لكم أولاد حلال يوقفوا جنبكم، لكن أفضل شخص يوقف جنبك هو انت نفسك. الألماس قبل ما يتعرض لضغط كبير كان مجرد فحم، فهاي هدية من ربنا وإرادة من ربنا إنك تحط اسمك من ضمن هاي الأسماء. فهاي فرصة إنك تكون رجل عظيم، وهاي فرصة إنك تكون سيدة عظيمة. الآن كلامي للجميع، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له. على فكرة مش شرط يكون من صلبك عشان يدعي لك، يمكن يكون ولد عندك بالحارة، يمكن يكون تلميذ عندك في المدرسة، يتيم انت احسنت له، طفل يمر بنفس الظروف اللي حكيتها وانت احسنت له، ويمكن يدعي لك لما يكبر وولادك نفسهم ما يدعو لك. فبدعوا نفسي قبل ما ادعيكم ان نحسن لهذول الاطفال اللي بيمروا بنفس الظروف. لجميع الاشخاص امهم وابوهم عايشين، انتوا في نعمة كثير كبيرة، فحاولوا انكم تاخذوا رضاهم قدر الامكان، ويعطيكم العافية.